يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك كتابان قد خرجا في السوق، وهما فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكتاب الرد الدامغ في من زعم أن شيخ الإسلام زائغ لمؤلفهما عثمان بن منصور، والذي قد قدح فيه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. السؤال: ما هو القول في هذا الرجل، وما هو الرأي في الكتابين؟ أما الكتابان فينظر فيهما، فإذا كان ما فيهما شيء من الخطأ فلا مانع من الاستفادة منهما، أما إذا كان فيهم شيء من الخطأ فلا يجوز طباعتهما ولا توزيع، إلا إذا علق عليهما وبين، إذا علق عليهما وبين ما فيهما من الأخطاء. وأما الرجل فالله أعلم، توفي ونكل أمره إلى الله. نعم.